سنزور اليوم جزءاً من بقايا جدار برلين التاريخي، كما سنكتشف العاصمة الألمانية مائياً، وذلك بركوب قارباً والإبحار نهراً للتعرف على معالمها السياحية وعماراتها الهندسية المذهلة، وهي طريقة بديلة عن الحافلات السياحية الاعتيادية. هيا بنا. يعتبر معرض الجهة الشرقية أحد آخر بقايا جدار برلين الذي ما زال في موقعه التاريخي، وقد يكون أقدم معرض في العالم بعد انهيار جدار برلين الفاصل عام 89، إذ احتشد عدد كبير من الفنانين من مختلف دول العالم ليحولوا الجزء الشرقي من الجدار إلى مجموعة من اللوحات الفنية في ظل الحقبة الجديدة، والتي ما زالت محافظة على شكلها حتى الآن بطول كيلومتر و300 متر بانحناءاتها الموازية لنهج شبري. يروي المعرض قصة انفصال ألمانيا وانقسام العاصمة برلين عبر اللوحات الموجودة على الجدار. تمتد هذه الصورة الفنية المميزة من الجدار بين جسر أوبر بوم وأوست بانهوف على طول الحدود السياسية السابقة التي تنتهي مع نهاية نهر شبري، ويمكن شراء هدايا تذكارية من هنا كخرائط وصور تذكارية لحقبة الحرب الباردة. تقع برلين ضمن منطقة غنية بممراتها المائية، وتملك جسورا كثيرة، وتنطلق الكثير من الجولات النهرية من رصيف جسر يافونتوس بروكي أو جسر مونتيكي بروكي، رحلة تمتد ساعة كاملة على طول نهر شبري ضمن مسار مائي هادئ. وهناك العديد من الجولات الخاصة ابتداء من جولة القصور الليلية، فهناك نهر هافل وبحيرة فانزي وبحيرة تيجلزي ونهر شبري وبحيرة موجلزي وقناة لانديفر كانال ووادي دامه. يمكنك عزيزي السائح المبيت على متن سفينة في مياه برلين، وذلك بحجز عطلة نهاية أسبوع في أحد الفنادق العائمة في المدينة. ليث بزاري، العربية، برلين، ألمانيا.